فيها الله خيار. يرفق عدوك، رب قلبك. سكبتنا. طيب انت اللي قطعت من حرق. يا رب هو قلبك استحبها والله، لو والله. تقول وش يا ماجد انها عسل على الكبت. ماجد طيب، وش قصة الخاتم اللي بيدك؟ وليه يوم انكسر الخاتم لاحظنا ان الرتم عندك نزل؟ يا بغيت اقول يا خاتم يا ماجد. يا ماجد يا ماجد الله صبوها القهوه، يا ماجد اي 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 عطنا يا ماجد. والله وجه نقطه ايش ايش يا فا ورفيق حالك. اسلم والله يا طويل العمر السلامة. ايوه ولسه مره ثانيه يا حي. الله يسر امرك. وش سالفه الخاتم بيدك ويوم انكسر طحرتك؟ طيب ليه؟ وش قصه الخاتم اللي بيدك وليه يوم انكسر الخاتم لاحظنا ان الرتم عندك نازل؟ يا انحدار ماجد الى الطريق انحدر. والله حمر وذني تعبت. السلامه. لا ما هي عن كذا. ايه كذا كذا وسعد كذا. السؤال ذا ما توقعته صراحه، لا هنا ولا عند اي بقى. لكن الخاتم جاي من شخص حط دقه حزينه يا عزيز وغالي. اي لكن حصل موكب. استمر استمر. حنا صدق الخاتم جايني من شخص والله عزيز وغالي. طيب في البرنامج ولا خارج البرنامج؟ لا لا خارج البرنامج. من هو نفداك؟ من هو خله؟ لاني بعلم. اسم لا لاني بعلم. سلك لي قال من هو خله بعلمك. لا بعلمك يعني. اي بيني وبينك. لا ما ابشر بيني وبينك. لب عينك اسلم. لكن الخاتم جايني من شخص والله انه عندي يسوى الكثير. انه شخص غالي ما احط مع احد ابد. لكن حصل ظروف. الله الله وانكسر. لا والله الرجال جاه تعب زي ما تقول. لا ما هو لا انكسر الرجال الخاتم. اي لكن الرجال جاه زي ما تقول تعب نفسي وزي كذا لدرجة انه دق ابو سعد. انا والله اني بروح قلت ثاني والله الخبوث اللي بيننا كل شيء زعل. الرجال تعب نفسيا تاثر. وين ذلف؟ على ظروفه. وين راح؟ ما ادري والله. لكن الله يسعده وعادي. والخاتم ايش صار؟ طلع الخاتم يطول عمر السلامه انكسر البرنامج. لكن يعني تاثر خيره انكسر معه يوم راح. خير الرجال راح والخاتم راح انتداب. والامور منجرف في دحداله. الله يعوضك يا ابو سعد. انتداب انتداب نقل من طيب انا توقع المحور خذيته. تسمح لي تسمح لي بس هذا السؤال. بس هذا السؤال انا ما هو في الدائرة 99 راسك ليش السؤال ذا؟ طيب الآدمي ذا اللي أعطاك الخاتم ما عليك منه؟ لا لا على منه. لا ما عليك منه يا أخوي. محور صح ولا لا؟ نعم نعم تفضل. محور محور ولا صانع لعب له؟ لا لا ما عليك منه. والله داري وش سالفته؟ ليه أعطاك الخاتم؟ ليه؟ ليه؟ يعني وش شاف؟ يعني انت ما قد جاك هدية من ما جاني انا هدية ما جاني. نحمد الله ونشكر. هذه ماخذها من عند موسى البيبي. ما هي هدية يقول رجعها لي بعد فترة. هي ماخذتني. الخاتم ذا يقول مستواه والله يا طويل العمر السلامة. ليه؟ هم اللي حللوا انا ما نزل مستواي ان شاء الله. ذكرت يا ابو سعد تدري يوم طلع 24 ساعة وش يقول ما ادري جاي اطلع يقول انا بروح الحم خاتمي، الخاتم ذا ما داني. خاتمك وين؟ تصدق انه هناك في قصدير؟ خاشة؟ رافع انكسر ورفعت. ليه؟ كيف ليه؟ هدية. في سر مهنة في الخاتم يا مسلم علمنا. الخاتم من شخص غالي. الهدية ما هي بسعرها او بماركتها أو طيب إيه؟ تقدر تلبس الخاتم مرة ثانية؟ اي حايتي وراح. لكن اذا ثبتناه. طيب يا مرشح هو مكسور؟ إيه ممكن شغل. طيب تقدر تعطيني اياها لحمه اجيبها لك؟ ولا تخليه؟ لا باخذها لكن يخاف عليه ضيق. من ذمتي الى ذمتك. ايه ها؟ ولا نخليها بعد ال لا عادي بعد ال يجيبها لك بكره والله ترى ثقب والله عادي والله ولا عند ابو سعد ما يحتاج نفداك والله العظيم اود انك تلبسه والله اني صادق والله العظيم ما همني لا شيء ولا شيء والله العظيم تراني على فكره تراني في حاجه ابيها والله من السوق ابو سعد ابو سعد هو ما عمره في دخلنا البرنامج استحاله الا من السؤال ذا اقسم بالله لا والله ان كان كتبين لحم اعطني والله والله بيجي خاتم وان كان بها مقدر اعطيتك اياه ولحم عايد على خشم اللي تبيها بشر بس اللي تبي الخاتم الجديد جبناه ولا تبي الخواتم كلها انت الخاتم والله العظيم اللي اعطاك الخاتم انك تستاهل اكبر هديه انت ما طيب راسه طيب ساس الله يطيب ايامك ابا اروح انا ليه ابا امشي ايش قومك نفسيتي ضاقت افا لا والله ما يبي لا والله اني بس استحيت بزياده تسمح لي بروح بالله عليك جاس يعني ليش تحي ليش بتجيك هدية بتجيك هدية والله بتجيك هدية أنت هجر معطي ماجد الخاتم نظبطك
انت ماجد الخاتم؟ نعم لا استحيت. طيب لا وين الرجال راح تدافع؟ اشتحى من النيابه. استحيت من لباقه اسلوب مفلح وجماله وفخامته وجبره الخواصر يا اخي. يا اخي والله اعطوه والله العظيم. لا والله اقسم بالله اني اتعب انا. يا طيب راسه. طيب عندك يا ماجد سؤال اخير، عطنا قصيده. عز يا ابو سعد عز. قصيده في قصيده يعني اول ما سمعتها الدل ضربه. لا لا بس اول ما سمعتها والله حبطت على القصيده. كيف اقول لك؟ الله لا يوفق ادوار. كيف الطريقه؟ القصيده هذه زي الخاتم. يقول ايش يقول؟ بخليها قصيدتي، ايش رايك؟ اسلم اي بالعقل. يقول احببتك والله يعلم على الخفا. الله الله. احببتك والله يعلم بالخفا وكتبت فيك الشعر والامثالي. ثالي. أحببتك والله يعلم بالخفا وكتبت فيك الشعر والأمثال. ولم تقل أولم تقل لمن أحبك لا تخف لابد من بعد الغياب وصالي. هذا أنا على انتظارك باقيا أرهقت عيني واستبحت خيالي. ليلي بدونك لا يمر وينقضي هذا وكيف البعد عنك ليالي. هل سمعت بشيء يسمى الوجد؟ هل أعطيك من معنى السؤال مثالي؟ وجدي على شوفك ولهفة عينك وجود رجال بقد الأفعال. الله 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 الله. لو ما تطلع من ذا البرنامج الا ذا الاداء هذا. الله يسلمك. بالله ابيات خطيره بالجميع. اشكرك يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله. حي الله اللي يغيب ويسرع الرده. هده. اللي يجيني لا منه تباطاني. والله البيت ذا خابر مظنون يعده وان غبت بالبيت ذا قام وتولاني. والله واليوم مظنون عيني غاب له مده وارسل له البيت والتقرير. ما جاني واقول في خاطري هو صد من جده رب عاده يروعني وبالعاني. واقول في خاطري هو صد من جده رب عاده يروعني وبالعاني. يعني جميع الغلا اللي جاه ما سد ولا كفاهن حبه شرب شرياني. جعل السهر والحزن والضيقه تحده يطلع ارقام جوالات صدقاني ثم يتصل بي واشوف الرقم واسده واقول ذوق يا موت ما ذقت بالسهر. الله الله علشان يذوق الشيء اللي اشكرك يا شيخ على الاداء. والله زدت جماليه القصيده بادائك الطيب. بيض الله وجهك ماجد. ماجد بيض الله وجهك. حمد انا كنا يا اكلب ما شاء الله تبارك الرحمن بيت شعر. ابشر بالسعد ابشر بالسعد. بيطال عمرك ولا اقطع وجهك. وبعد انا ابغى يسمعنا هذا هذا جاي الدور. هذا جاي الدور ما يحتاج. اول الحدر يشحن. عطنا يا حمد قصيده.